من محافظة البحر الأحمر لمحافظة أسوان. والحقيقة الأخبار من أسوان طبعا كانت صعبة قوي اليومين اللي فاتوا لما كلمنا على موجة الطقس السيء قوي والأمطار اللي وصلت لحد السيول يعني عواميد إنارة وقعت وشوارع طبعا كانت غرقانة والمية اللي جابت من طبعا الجبال والكلام ده عقارب ولدغات وإصابات كتيرة بالمئات الحقيقة وبيوت اتهدمت. فوضع إنساني الحقيقة. طبعا كل الجهات التنفيذية والحكومة اشتغلت على انها ترجع الامور لسابق عهدها وتشوف طبعا نسح الميه، مخرات السيول، ترجع الكهرباء، كل ما ليه علاقه ان الدنيا ترجع تاني. لكن الناس اللي اتضررت والناس اللي بيوتها وارزاقها هنا محتاجين. ودايما بنقول في مشاكل زي كده لازم الكل يكون موجود في المشهد، مش بس الحكومه لكن يعني المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهليه او الجمعيات الخيريه. لازم التكافل والشراكه المجتمعيه تكون حاضره وموجوده الحقيقه، وده مهم ويعني بينزل كده يعني بردا وسلاما على الناس. علشان كده احنا بنتكلم النهارده عن صندوق تحيا مصر اللي اعلن انه هيتم تخصيص الحساب رقم 037037 لمواجهة الكوارث والأزمات لتلقي التبرعات والمساهمات في الجهود المتعلقة بإغاثة متضرري موجة الطقس السيء بمحافظة أسوان. كمان سيادة الوزير دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر أنه هيتم تخصيص 10 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة لإعادة تأهيل منازل المتضررين من سيول أسوان. برضو دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت فرق الإغاثة بمحافظة أسوان إن هم يقدموا إعانات عاجلة للمواطنين المتضررين من اللي حصل. عندنا كمان مصر الخير برضو اتحركت في الملف ده. ده بقول لكم بقى ايه الشراكة، ان احنا كلنا نشتغل في ازمة، في مشكلة، في حاجة انسانية صعبة، لازم نكون بنمد ايد العون والمساعدة للناس. خلونا نشوف بقى مصر الخير عملت ايه، لان برضو في فرق تدخل وهيكون برضو في مساعدات كتيرة لأهالينا في اسوان. استاذ احمد علي المدير التنفيذي لبرامج مصر الخير معنا على التليفون. مساء الخير يا استاذ احمد، ودايما يا رب الخير موجود ما بيننا. مساء النور يا فندم، يا رب دايما الخير موجود. وقلبنا طبعا مع اخواتنا في محافظه اسوان المتضررين خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله كل الدعم ليهم ان شاء الله رب العالمين. عملتوا ايه وهتعملوا ايه يا استاذ احمد؟ مؤسسه مصر خير واحده من المؤسسات اللي عندها دليل كامل للاغاثه والطوارئ بحكم التغيرات المناخيه اللي بتحصل خلال السنين اللي فاتت. فكان عندنا نوعين من التدخل مع محافظه اسوان. التدخل الاولاني هو الشكل العاجل، ان الناس لما بتحصل الازمه مباشره فاول حاجه بيفكروا فيها احنا محتاجين ازاي هيتم ايواء الناس دي مع وجود بعض البروده في الجو بعد الامطار والعواصف اللي حصلت، وازاي الناس هتاكل وتشرب. تمام. عندنا السوق موجود في المحافظات اللي احنا بنبقى مستنبئين ليها او عندنا تنبؤ بحاله الطقس يعني بالتنسيق مع غرف المركزيه لاداره الازمات. فبدانا نوجه كده انت بتشتغل ما قبل الازمه، انت متحسب ليها وعارف. صحيح. احنا عندنا 6 اماكن فيها تخزين لستوكات كبيره من المواد الغذائيه المعده للاكل مباشره، يعني بنتكلم عن علب كشري بالاكل مباشره لو هو هياكل دلوقتي، بنتكلم على معلبات تونه او فول او مربى او جبنه اللي هي مش محتاجه لبوتاجاز، لانه طبعا بعد ما بيحصل ازمه في البيت ما بيبقاش في عنده المرونه. مفهوم طبعا. يطهي اكل. فبنقول احنا هناكله النهارده، فبنصرف له المواد الغذائيه دي، وده تم بالفعل في محافظه اسوان. بالاضافه لان احنا عندنا من ضمن المراكز اللي تم تاهيلها فرن متحرك، فبنبدا نحرك الفرن، ده تم برضه بالفعل في محافظه اسوان. تم تحريك الفرن، تم عمل خبز للاسر المتضرره وتسليمهم مباشره الخبز الساخن بالاضافه للمواد الغذائيه. وجاري تسليمهم مواد غذائيه يقدروا يعيشوا بيها 3-4 ايام قدام، اللي هو ياخد كرتونه يبدا خلاص اموره استقرت بعض الشيء يبدا يطبخ خلال الفتره اللي جايه. فده التدخل السريع اللي اشتغلنا عليه خلال الايام اللي فاتت، بالاضافه لتنسيقنا المباشر مع غرفه العمليات مع سياده المحافظ في اسوان، ان تم رد المنازل المتضرره خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، وتقديرا هم حوالي 800 منزل زياده بسيطه ما بين تضرر كامل او ان بيوت وقعت انهارت يعني، وما بين جزء منها فيها تضرر جزئي. علشان كده مؤسسه مصر الخير اطلقت مبادره مع المتبرعين من الافراد والشركات، ان اطلقنا سهم اسمه سهم اغاثه لاسر اسوان بما قيمته 500 جنيه، يقدر الافراد من خلال حساب 100 100 او من خلال الخط الساخن 16 140 او الويب سايت الخاص بمصر خير
ان هم يتشاركوا معانا عشان نلحق نمد بايد العون للاخوه في محافظه اسوان ان شاء الله رب العالمين. ربنا يقدركم ويقويكم، ويبقى دايما العون والمساعده كمان من المواطنين علشان تقدروا حضراتكم وغيركم من الجمعيات الخيريه الحقيقه اللي ليها باع طويل في العمل الانساني تقدر انها تقوم بدورها. شكرا جزيلا استاذ احمد علي المدير التنفيذي لبرامج مصر الخير.